على العموم للمزيد من المتابعة حول هذه القافلة والتي تتحرك من ميناء مارسيليا والكثير من التفاصيل من فرنسا مع خالد شقيرة مراسل أكسترا نيوز من فرنسا. يعني خالد دعنا نبدأ بما أن أنت من الميناء الآن ميناء مارسيليا وهناك يتم تحريك أكبر قافلة إنسانية من فرنسا إلى داخل الأوكراني بحضور مسؤولين فرنسيين، فما هي التفاصيل لديك؟ تحياتي لمالك ولكل السادة المشاهدين. بعد قليل ستكون كاترين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية بعد أن قامت بزيارة إلى زيارتها الثالثة إلى العاصمة الأوكرانية كييف ولقائها بنظيرها الأوكراني وأيضا بالرئيس الأوكراني، ستشهد هنا ومن خلفي أكبر سفينة شحن إلى أوكرانيا إلى أحد مواني رومانيا ومنها إلى أوكرانيا، سفينة أكنول وهي أكبر السفن للمساعدات على متنها 1000 طن من معدات طبية وسيارات مطافئ وإنقاذ بالإضافة إلى مواد نظافة ومواد غذائية بطبيعة الحال وأيضا معدات يقال عنها أنها معدات للإعمار وجسور متنقلة. أكبر قافلة أو أكبر سفينة مساعدات فرنسية هي اليوم من المدينة الثانية من هنا من خلفي من ميناء مارسيليا وبحضور محافظ منطقة بوشدرون وعمدة المدينة وعدد من المسؤولين المحليين. تأتي هذه المساعدة في إطار مساعدات وصلت قيمتها لأكثر من 2 مليار دولار حسب وزيرة الخارجية كاترين كولونا حتى الآن للجانب الأوكراني، وهي أكدت أيضا بالأمس لقناة بي اف ام تي في الفرنسية بأن فرنسا مستمرة في دعم أوكرانيا بالمعدات وبالآلات وبالمساعدات الإنسانية وبالمال وأيضا بالمعدات العسكرية. إذن نحن أمام موقف يزداد مساندة للجانب الأوكراني، وتأتي هذه يعني هذه التصريحات بعد أن غابت وزيرة الخارجية عن الإدلاء بتصريحات، وكان آخر تصريح للرئيس إيمانويل ماكرون بأنه سيترك باب المفاوضات مفتوحا مع الرئيس الروسي بوتين. يعني من ضمن الإجراءات خالد أيضا التي يتم النظر فيها في الداخل الأوروبي للمرور من الأزمة الحالية إذا كانت المتعلقة بارتفاع أسعار الطاقة أو وضع الطاقة بشكل عام، المفوضية الأوروبية أيضا تحدثت عن ضرائب أرباح غير متوقعة على شركات الطاقة مع خفض استخدام الطاقة أو الكهرباء، وربما هذه مقترحات يعني ما زال هناك فرصة للموافقة عليها عندما يلتقى وزراء الطاقة الأوروبيين يوم الجمعة. يعني من خلال هذا الأمر آخر الإجراءات الفرنسية التي اتخذت في هذا الإطار؟ أهم التصريحات كانت بالأمس من وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير وهو يقدم ميزانية 2023 للفرنسيين وللصحافة، وتحدث على أن معدل النمو سيكون 1% في العام القادم نتيجة لهذه الأزمة بعد أن كان 2.7% هذا العام، وتحدث برونو لومير أن هناك تنسيق مع الدول الأوروبية ومع المفوضية الأوروبية لتقديم المساعدات ليس فقط للأسر الفرنسية والشركات الصغيرة والمتوسطة ولكن أيضا للشركات الكبيرة. إذن نبقى أمام معضلة كبيرة جدا، وبصفة خاصة أن الشركات الفرنسية والشركات الأوروبية ستفقد قدرتها التنافسية في العالم 7 أضعاف ما تتحمله مثلا شركات أمريكية، ولهذا ننتظر أو ينتظر الجميع لقاء وزراء الطاقة لأن فرنسا كانت من بين الدول التي
طالبت بتخفيض أسعار الطاقة على الشركات حتى لا تفقد التنافسية، أو تقديم المساعدات لهذه الشركة أو تلك حتى لا تتعرض للخسارة، وبالتالي تتجه الأسواق إلى حالة تشاؤمية تسمى بالركود التضخمي. جاء هذا نتيجة، تتذكرين لما على أسعار، زيادة أسعار المواد الغذائية والمحروقات في البداية، وها نحن الآن ننتظر زيادة أخرى في الكهرباء والغاز، وهذا ما لا يريده لا الساسة الفرنسيين ولا الشعوب الفرنسية الأوروبية عفوا، حتى لا تكون هناك غضب اجتماعي. خالد، ما هي الرواية الفرنسية فيما يتعلق بالتسريب الذي حدث في خطي نورد ستريم 1 و2، وآخر التصريحات أو التحركات المتعلقة بهذا الأمر؟ عمل مقصود، ولا بد من فتح تحقيق بأسرع وقت ممكن لمعرفة الجهة التي قامت بهذا العمل التخريبي المقصود، والذي يهدف إلى إحداث ارتباك في فصل الشتاء فيما يخص الطاقة. وكثير من يعني القنوات الفرنسية أشارت إلى إمكانية تورط روسيا في هذا الأمر، ولكن لا أحد من الساسة استطاع أن يحدد أو يقول أن روسيا هي التي قامت بهذا العمل حتى الآن. كل هذه التصريحات صراحات متحفظة حتى الآن، والمطالبة هو مطالبة بتحقيق سريع لمعرفة ما ترتب على هذه العملية التي أدت إلى يعني تلوث في بحر البلطيق. وزيرة الخارجية الفرنسية يعني كان لها زيارة إلى كييف، والتقت بنظيرها الأوكراني، وكان لهم الكثير من التعليقات حول الاستفتاءات، خالد، التي حدثت في الداخل الأوكراني لضم 4 مناطق لروسيا، وتحدثت وزيرة الخارجية الفرنسية والأوكراني أيضا عن حزمة جديدة من العقوبات في حالة عملية الضم حدثت فعلا. هل هناك تجهيزات لهذه العقوبات، خالد، في الداخل الفرنسي طبعا بالتعاون مع الدول الغربية الأخرى؟ يعني هل هذا أمر متفق عليه؟ الحقيقة كاترين كولونا تحدثت عن عملية الاستفتاء التي أجريت في 4 مقاطعات أوكرانية ووصفتها بالمهزلة، ودعت المجتمع الدولي والغربي والدول الأوروبية بعدم الاستهتار في ردود الفعل مع روسيا، والأهمية حتى لا يقوم الرئيس الروسي بالتصعيد. هذا ما طالبت به. ما يتم الآن الاتفاق عليه هو عملية تجديد وتصعيد العقوبات الاقتصادية، وأعتقد أن توجيه الدعوة للرئيس الفرنسي 1 ديسمبر القادم يمكن أن تدخل في هذا الأمر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هناك تنسيق بين القادة الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الأمر. لم يتم الإعلان حتى الآن عن كيفية يعني ما هي أو كيفية وما هي هذه العقوبات الاقتصادية الجديدة التي يمكن أن تحدث في الأيام القليلة القادمة، حتى الآن لما. خالد، بعد فوز جورجيا ميلوني برئاسة وزراء إيطاليا، وهي تحسب على اليمين المتطرف في الداخل الإيطالي، هناك كانت تغريدة من مارين لوبان طبعا في الداخل الفرنسي بشكل أو بآخر تدعم هذا الفوز، مع مخاوف في الأوساط السياسية من ارتفاع نسب اليمين المتطرف في الداخل الأوروبي. ما هو حديث الأوساط الفرنسية بعد هذا الفوز، وهل هناك مخاوف أم هناك تقبل لربما وضع جديد في أوروبا ومن ضمنها فرنسا طبعا؟ هناك حذر وترقب نستطيع القول لما من قبل الرئيس الفرنسي وأيضا رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، عندما تم طرح سؤال عليها عن ما هو تعليقها، فكان التعليق واضح بأننا ننتظر القرارات الجديدة للحكومة الإيطالية، نحن نحترم قرار الشعب الإيطالي، ولكن على من يحكم إيطاليا أن يفهم أن
لأوروبا تقاليدها ولها بعض من الأمور لا يمكن التنازل عنها، زي موضوع الإجهاض مثلا أو حقوق المثليين وغيرها، ولكن تبقى الأمور حتى هذه اللحظة في إطار التحفظ وعدم إصدار قرارات يعني أو بيانات تدين هذا الاختيار. ولكن الجميع هنا في فرنسا يخشى من أن هذه يعني هذا الفوز لليمين المتطرف جاء في إيطاليا، جاء بعد الفوز اليمين المتطرف في السويد، بأن تنتقل العدوى دولة وراء أخرى وتنتقل إلى الداخل الفرنسي. صحيح. خالد شقيرة مراسل أكسترا نيوز من مارسيليا فرنسا، بشكرك شكرا جزيلا خالد على كل هذه المعلومات.